بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 12/10/1445، المقابل 21/4/2024، رقم الحلقة 553 بعنوان كيف تتعلم اللغة الإنجليزية. يا الأخوة الكرام، ما من شك أن تعلم اللغة مهم جدا، وهناك أناس يعني يتهيبون من تعلم اللغة. لماذا؟ لأنها ليست لغة الأم، تعتبر غريبة، والغريب صعب قبوله والتعرف عليه إلا بصعوبة. الغريب عندما يريد أن يأتيك لابد له من إذن وطريقة التعرف، يعني أو رمز تحقق سما ما تسميه، أو باسورد أو كذا، حتى يكون معروف ويقبل وتعامل معه. اللغة الإنجليزية عند كثير من الناس يعني مستصعبينها، بينما نجد أن كل إنسان عاش في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في كل من عاش هناك يتكلم اللغة الإنجليزية، هنا لغة الأم، ماذر تانغ على ما يقولون. طيب كيف تعلم اللغة؟ مع الأسف الشديد عن طريقة يعني تدريس اللغة الإنجليزية طريقة خاطئة، أو إن صح التعبير ليست كما ينبغي. الدليل أن هناك أناس يحملون شهادات عليا ولا يتكلمون اللغة، يتهيبونها، وهناك مدرسين اللغة الإنجليزية في المدارس ولا يتكلمونها. قد يستغرب البعض من هذا الشيء. إذن ما هي الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة؟ أولا، مثل ما أنك تعلمت لغتك العربية أو اللهجة العربية الحقيقة، هي لهجات الموجود يعني، فكذلك تتعلم أي لغة، وذلك بالسماع. تسمع الكلمة، تعرف نطقها، لا تحرص على معناها أبدا، هو معناه بياتي تلقائيا. أي إنسان فينا عندما من عنده ولادتي إلى أن بلغ 6 سنوات مثلا، كيف أصبح يتكلم اللغة؟ هو لا يعرف الحروف، لا يقرأ، لا يكتب، لم يسأل والديه أو أحد من المحيطين به ما معنى هذا ولا معنى هذا، بدل يسمع ثم يحاكي. مثال على ذلك، أنت تسمع أمك أو أبوك يقولون، أمك تقول لأبيك ناولني شيء من التمر، فتلقى أبوك مد يده على التمر، فتعرف أن كلمة تمر نطقتها، ثم عرفتها بما أنها أشر عليها. طيب وهكذا. لكن كيف الطريقة اللي يتعلمون أو يدرسون بها اللغة؟ يعني طريقة صعبة صراحة. يبدأ بك بالحروف، ثم تركيب الجمل، ثم حفظ الكلمات معانيها، ثم تكلم بها. إذا انسايد أوت، أنت يعني بالطريقة الصعبة كيف تعلم يا أخي؟ كيف تعلم؟ إذا من أراد يتكلم اللغة افتح لك على قناة
مرئية أو غير مرئية تتكلم اللغة. إذاعة مثلا، إذاعة البي بي سي أي شيء، واسمع لا تحرص على تركيب الجمل، لا تحرص على الحروف، اعتبرك ما تعرف، لا تحرص على تركيب الجمل، اسمع، مطلوب منك تسمع فقط. لما تسمع الكلام بعدين لا تحرص انك تعرف معناه في نفس الذا، اسمع فقط. عندما تسمع 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 ثم يكون لديك حصيلة كثيرة بالسماء، من هنا تبدأ تبحث ما معناتها، وهي ستأتي يعني تلقائيا. ثم بعد ذلك تتكلم اللغة. من الأخطاء في الحديث باللغة الإنجليزية أن الإنسان يحرص من البداية أن يركب الجملة ولا يخطئ. بالعكس أنا أقول احرص أنك تلخبط اللغة، احرص أنك تتلخبط اللغة وأنك لا تنطق يا صح كأنك طفل، احرص أنك ما تركب الجمل صح في البداية، احرص حتى تأتي بنفسها تلقائيا. الولد الصغير أو لا هو مثلا يقول يا أبي، ما يقولها مثلا، ينطقها بطريقة ملخبطة، شوي 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 بعدين ينطقها صح. لا تستعجل. الذي يبغى يتكلم لغة إنجليزية عليه بالسماع 6 سنوات 7 5 سنوات، يعني يحاكي في محيط ناس، أو إذا ما عندك ناس محيط إذاعة أو يوتيوب كلام بس فقط. اتركم اليوتيوب اللي يقول كيف تعلم اللغة ويبدأ بالحروف ثم بالقواعد ثم 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 ثم، مشكلة. هناك أنا ما أعرف القواعد حقيقة، الماضي البسيط والمستمر والسؤال في didn't really note، لكن واحد اختبرني فوجدني أفهمها سليقة، فقال قلت له وأنا صادق إني لا أعرف ما معناتها، يعني مثلا ماضي بسيط ولا شو مستمر إيش ماضي تام ومدام، يعني لا أعرفها، لكن أتكلمها، أتكلم اللغة سليقة لأني أنا أمارس اللغة يوميا، أمارس اللغة يوميا، كما أتكلم بالعربي أتكلم لغة إنجليزية. إن شاء الله أنزلكم في التيك توك الحلقات هذه في اليوتيوب، وكم معكم خطوة خطوة كيف تتعلم الشيء، كيف تتعلم قيادة السيارة مثلا. فيما أرى أنا أن الناس ما يعرفون يقودون السيارة حقيقة، لا، لم أجد إلى الآن، وقد أكون مبالغا والله، يعني يكادون يعني قليل جدا 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 الذين يقودون السيارة كما ينبغي. يعني لازم كيف تبني، كيف تقود الطائرة، كيف كيف كيف. إن شاء الله نأخذها حلقة حلقة وبالتفصيل البسيط الممل، بحيث أن ما حد يحتاج يكلمني أو شيء، لأن بصراحة يعني أكون مشغول جدا، والرد على المكالمات يعني لدي يعني وقتي صراحة يعني فول بكش صراحة. فإن شاء الله إن بهذا الشيء تبسيط يا أخي، حتى الرسول يسر ولا تعسر، لما تقول أي هاد هاد دين مدري إيش يا أخي، خلاص كرهته في الشغلة. نو speak the language as it is regarding my، بالنسبة لي أنا صحيح أن لي 60 years speaking this language يعني، لكن أنها ما انفصلت، أنا دائم أنا أتكلم، دائم أتكلم practice. أحد صديق لي يوم ذا فريدي أرسل لي رسالة، قول طبعا هو كان لغة إنجليزية، أرسل لي أظن 45 ثانية،
وهي بالعربي مستغربت يعني، لأن الناس ما يمارسون. عبد الحميد إن شاء الله لنا إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم سعيد بن ظافر بن سعد بن شعفة. طبعا الجوال 0501657215 يعني للاستفسارات القصوى أو الواتس والإيميل شعفة 120f@gmail.com. الشعفة طبعا SHAFFH بعدين 120f@gmail.com معلي أكتبها لكم بوضوح. حتى ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. أودعكم، أقول الوقت مهم جدا جدا جدا. سنتكلم إن شاء الله في أهمية الوقت وكما كمل الدقيقة تساوي شيء من هذا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.